لي هنا برضو تاني ملخص للي احنا قلناه، الهيد ديتكتور بيستخدم فين، المالتي اللي هو يسموه سموك ديتكتور وهيد ديتكتور بيستخدم فين، والسموك ديتكتور والساوندر والفاير سبيكر اللي هي السماعات، والفاير الارم ريبيتر بانل اللي هو الريبيتر، والمين فاير الارم كنترول بانل اللي هي لوحه التحكم الرئيسيه. ده ملخص للجزئيه اللي احنا خدناها. الداكت ديتكتور بيستخدم في الاتش فاك في حالات التكييفات المركزيه، في عند الكنترول موديول والمونيتور موديول، واحنا اتكلمنا عنهم الكنترول موديول والمونيتور موديول بالتفصيل وقلنا بيشتغلوا فين.